قال الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في أوروبا إبراهيم إبراهيم إن هناك تقدم ملحوظ لقوات سوريا الديمقراطية بجميع محاور القتال في مدينة الرقة، وإن داعش في حالة من الانهيار. وأكد إبراهيم أن عناصر داعش اجتمعوا في المربع الأمني وسط المدينة. يعني المعركة الآن جارية، وهناك تقدم ملحوظ لقوات سوريا الديمقراطية في جميع محاور القتال. يعني المعلومات تؤكد أن داعش في حالة يرثى لها نتيجة مقاومة الشعب السوري. هناك 40% من مساحة الرقة محررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية. المعلومات تؤكد أن التنظيم الإرهابي داعش عناصره اجتمعوا تقريبا في ما يسمى بالمربع الأمني في مركز المدينة. القضاء على هذا التنظيم هو بداية قضاء على الإرهاب العالمي.